بكرة عفوا إذا خسرت إنسان عزيز عليك خلاص ملوش رجوع. بكرة إذا خسرت إنسان عزيز عليك ما تيجي تقول لي معلش ولا ممكن، يعني أنت بعد ما تخسره تقول أنا عايز أرجع لك تاني وتقول لي معلش. في هذا الزمن ما بيت حاجة اسمها معلش. هتلي الإنسان عفوا يا حبيبي، أصل الإنسان مش لعبة، مش قطة ولا دقيقة تلعب بيها. الإنسان لازم يتعامل له اعتبار وكل قيمة وإحساس واحترام. مش أنت لما تيجي تخسر إنسان بعدين تيجي في الآخر تقول لي معلش، ده اسمه استهبال واستعباد على آخر الزمن، مع احترام يعني. يعني أنت لما تيجي تقول لي، لما أجي أنا أقول لك، لما واحد من الناس مثلا يعرفني سواء كان الكلام للصاحب ولا للبنت ولا أيا كان، لما أجي أقول لي واحد مثلا أنت هتندم على عزوز لو خسرته، ويجي يتكلم بطريقة كده بتكبر، طريقة مش كويسة، يقول لي وأنا هندم عليك ليه؟ تندم عليا ليه؟ لأنك أنت ما اديت إنسان اعتبار. تندم عليا ليه؟ عشان أنت ما اديت الإنسان احترام وقيمة وتقدير. عفوا يا حبايبي، فالإنسان له احترام وله تقدير وله قيمة. يا مثلا لما أنت تيجي تقول لي، لما أقول لك مثلا أنت مثلا واحد ما بيكلمني، فانا بقول له مثلا بكلم واحد اقول له انت هتندم عليا، فيرد علي يقول لي انا هندم عليك ليه؟ عشان انت ما وضعت الانسان قيمه، ما وضعت الانسان احترام وتقدير وقيمه. مفكر الانسان قدامك مثلا مفكره انه دجاجه ولا قطه. لما تخسر إنسان عزيز عليك فأنت خسران مش هو، لأنه هو بيعملك حلو علي أنا أخسره، عمل لي حاجة غلط ما عملتش حاجة غلط. أنت بتخسر إنسان عزيز عليك لأنك أنت مش هتلاقي غيره. تيجي مرة من المرات هتفتكر الشخص اللي أنت خسرته، سواء كان لصاحب ولا حبيب ولا أي كان. فلازم نعطي الإنسان قيمة، نعطيه احترام. يعني المفروض الرد يكون حلو، المفروض إن الرد يكون حلو. يعني أنا مثلا بقول لك يا عم أنت هتخسرني، ويتكلم بطريقة كده مستفزة ومش حلوة وبتكبر، أقول لك مثلا أنت هتندم عليا، يقول لها انا اندم عليك ليه؟ يعني حتى ترد مش كويسه، المفروض يقول كلام حلو. لما انا اقول لك مثلا انت هتندم عليا، هتقول له والله يا عزوز لا يا عم هندم عليك وكده وكده، هنبقى حبايب مع بعض ونبقى صحاب وحلوين كده. لكن تيجي ترد عليها رد ده، يبقى انت ما اديت انسان اعتبار، ما اديت انسان احترام وقيمه. فالانسان عفوا لو خرجت الكلام، الإنسان مش لعبة، مش قطة ولا دجاجة عشان ألعب بيها. لازم تعطي الإنسان احترام وتقدير وقيمة. يعني في نهاية الفيديو، يعني مثل ما أنا بديلك اعتبار ومثل ما أنا بحترمك ومثل ما أنا بكلمك كويس، كلمني كويس واديني اعتبار واديني قيمة واحترام. يعني أنت، يعني في واحد صاحب من أصحاب، لما بقول له أنا مثلا، لما أقول له مثلا أنا رايح المريخ مثلا، مثال اقول له عم انا مسافر المريخ، لما قلت له كده فانا بختبره بشوف هيعمل ايه. فيجي يقول لي يا عم والله انا مش عارف اعمل ايه لما تروح المريخ. يعني بيتاثر بالشخص اللي قدامه. ليه؟ لان انا كواحد كعزوز بكون عامل جو في المكان، بكون عامل جو سواء كان في محل قهوه ولا سواء كان في محل، سواء كان في النادي ولا ايا كان، سواء كان مطعم ولا ايا كان، انا فعلا بكون عامل جو.
اولا اطلبه كويس، ثانيا انا عامل جو في الاسلوب والطريقه يعني بعمل جو فعلا يعني، وبهزر وهزار حلو كده. لكن انت لما تيجي تخسر واحد وتخسرني مثلا وتيجي ترد عليه في الاخر، لما اجي اقول لك انت هتندم عليه تقول له اندم عليك ليه؟ عشان انت مع احترامي ما حدش يدعم كلامك، عشان انت شخص عندك تكبر، ما بتعطي انسان اعتبار وقيمه. مفكر ان الانسان قدامك ده مفكره لعبه، ولازم احنا نكون كويسين وكلام للجميع عشان اللي ما يعرف يعرف. فبكره اذا خسرت انسان عزيز عليك وتيجي تقول له معلش، ما فيش حاجه اسمها معلش. اللي بيخسر انسان خلاص ما بيرجعش مره ثانيه، ما هيرجع. بعد ما تخسر انسان فتره وتيجي عايز ترجع له، ترجع له ازاي يا عم الحاج؟ مع احترامي يعني. ولا ايش رايك يا جون؟ يعني انا مثلا بص، انا مثلا لما واحد مثلا يخسرني، عرفت ازاي؟ لما اجي اقول لواحد مثلا انت هتندم عليا، وهو مثلا يا جون يقول لي مثلا ايه؟ وانا هندم عليك ليش؟ ليش هندم عليك؟ يعني هل هذه اسلوب؟ يعني مثلا يعني عفوا يا جماعه، فعفوا يا جماعه، ف يجون يعني بتكلم معاهم. ف احنا لازم ندي انسان اعتبار، لازم ندي ثواني لازم ندي انسان اعتبار يا حبايب. زي ما انا بحترمك احترمني، زي ما انا بعملك حلو عملني حلو، زي ما انا بستمر معاك وسبح عليك سبح عليا. لكن تخسرني وتقول لي هندم عليك ليه؟ انت انسان للاسف يعني مش طبيعي، او في حاجه مش طبيعيه. واتمنى لكم فرصه سعيده.